يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا جاء المشتري ليصرف 50 ريالا فيقول له البائع أصرف لك ولكن بشرط أن تشتري مني سلعة ولو 5 ريالات. لا يجوز جمع بين بيع وصرف، ما يجوز هذا، لا يجوز الجمع بين بيع وصرف، إما أن يكون بيعا فقط وإما أن يكون صرفا فقط. نعم.